السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، في استعراض لفيديو جديد من مسلسل الياقوت. كما رأينا في الإعلان الثاني للحلقة الثانية من مسلسل الياقوت، فالأحداث ستكون مثيرة جدا ونارية. فأتيش سيحاول طمأنة فيرايا بأنه لن يحصل لها أي شيء في وجوده، خاصة بعد علمه بقضية حملها. وربما فيرايا ستخبره بأن يمان والد الطفل، وهذا سيجعله يندهش من تصرف أخاه الذي سيقرر الزواج من ألينا. وسيتفق أتيش مع فيرايا على عرض الزواج عليها والتمثيل بأنها موافقة لإجبار يمان على التراجع عن زواجه من ألينا. لكن يمان سيصدم بعد سماع هذا من أتيش، وخاصة موافقة فيرايا. في المقابل عائلة يمان سترفض زواجه من ألينا بسبب أنهما من طبقة مختلفة، وعائلة ألينا هي التي تشتغل بقصر العائلة. لكن جميلة ستدافع عن ابنتها أمام الكل، والمفاجأة الكبرى أن بورا سيكون حي ولم يمت. لكن السؤال المطروح، من أنقذه بعد أن رماه أوكان في البحيرة؟ وهل سيكتشف فورال أن أوكان هو من أوصله لتلك النقطة؟ جميلة ستهدد فيرايا بأن لا تفعل أي شيء لكي تفسد زواج ألينا ويامان وسعادة ابنتها. فكيف ستفعل فيرايا وكيف ستتصرف؟ وهناك عديد الأسرار التي ستنكشف بعد عرض الحلقة. إلى هنا نصل للنهاية، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.